بسوي اللي هو اللي له زاوية، خلاص الميك اب اللي له زاوية تمام. فايش راح اسوي؟ احط الورقة زي كذا، خلاص تحط الورقة زي كذا وبتسوي اللي هو اللون الاول. شفتوا كيف انا قاعدة طبعا احطه في الربع اللي تحت، ما ابغى امده لفوق. اوكي، كيف تغسل العيون بعد ما تخلص؟ بزيت، بالزيت يا حبيبتي. عندي زيت اللي هو جو اللوز، انا ما ابغى، اشتريته لشعري بس ما احبه لشعري، فخليته لاني امسح فيه السيليكون. شفتوا كيف بنات؟ اي أيوه والله صدقتي انكم مستعجلين يصير نخربط. شفتوا كيف حطيته في الزاويه؟ تمام. الحين بشيل الورقه، وين اروح؟ على الزاويه اللي فوق. انا مثلا ابغى اكمله كذا، عرفتوا ايش قصدي؟ اللي هو الميك اب اللي يجيك في زاويه زي كذا، خلاص فهمتوا؟ وصلت الصورة ولا لسه ما وصلت؟ فراح أثبت، خلاص أخذ مرة ثانية اللي هو نفس البني وراح أسوي هنا فوق. يعني أنا بدبر نفسي، لو ما عندي فرشة شو أسوي؟ أقعد كذا وتروح علي تطلع؟ لا تقريبا أشكرك الله يسعدك، أنت قمة في الذوق. الله يا زمان بعد روحي يا رورو أقول لك الله يا زمان، هذا قلبي أنتو. الحين راح أشيل، انفخ بسرعة، نادي الأهل ينفخوا على عينك. أنا ليش أحتاج إني أنفخ؟ لأنه يعني مسدوحة العيون عندي، مسدوحة فهمتوا؟ فأكيد يتناثر يعني. أخضر، ناخذ مروحة. أيوه جيب مروحة. خلاص بسوي بنات الأخضر. الأخضر وين أحطه؟ هنا. شوفوا كيف أحطه، أطبطب كذا وأمشي شوي، دخلي على البني تمام، طبطبي وأدخلي على البني شوي. لاحظوا هي نفس اللمسة اللي أخذتها، ما رجعت أخذ ثاني تمام. بقعد الآن بنات أوزعها لما أتأكد من أن توزيعها مرة صار معايا حلو، فهمتي؟ أخذ البني مرة ثانية تمام اللي اشتغلت فيه أول، وأجي أدمج هنا في المكان اللي فاصل بين اللون الأخضر واللون البني تمام، زي كذا. خلاص بنظف أصبعي وأرجع مرة ثانية أتأكد. شايفين؟ ما أبغى بينهم حد فاصل. طبعاً يا بنات زي ما قلت وجود الأظافر يصعب الموضوع، فأنتي قصي أظافرك. خلاص بنات شوفوا أخذت اللون البني زي ما قلت، بس إيش بكسر؟ اللي هو لون الحاجب من هنا. موجودة عندكم الحواجب القديمة كلها موجودة في الحساب، حواجب اليوم بنزلها لسه ما نزلتها. انتوا بس شوفوا المقاطع اللي انزلها. ها حطوا اياها زعتر وكلوا زيت زيتون وزعتر. انت كمان قاعدة مقهورة زيي؟ ليش ما عبرت عن شعورك؟ في علبة بلت يا بنات تشتروها بتلاقوا فيها هذه الحاجة. يعني ممكن اليوم تعلمينا سحبة العين كيف ولوك قريب نزلته، يعني اللي هو تكبير العين بالسحبة. مع اللي هو الايلاينر اللي هنا تمام، فراح امشي شوفوا على نفس خط اللي هي سحبة رسمة الايلاينر نفسها بنات تمام. درج على برا اللي هو على تحت. والله صح يا حليمة صدقتي، وعلى طول بدخلوهم برو، هم قاعدين يستهبلوا قاعدين